السيارة الغامضة الأولى أو السيارة الغامضة الثانية التي سيتم كشف عنها في نهاية الفيديو. تعيش سعيداً أنت وعائلتك للأبد، ولكن يجب أن تضع اشتراك وإعجاب أو ترفض العرض. لا تلعب كرة القدم مجدداً، أو لا تلعب ألعاب الفيديو مجدداً. تموت جميع حيوانات العالم، أو تكتب في التعليقات اسم حيوانك المفضل. السيارة الأولى هي سيارة رونالدو، السيارة الثانية سيارة ميسي.